مرحبا، أهلا وسهلا بكم. لليلة الخامسة على التوالي وقعت مواجهات بين متظاهرين وشرطة فرنسا بقلب باريس وفي عدة مدن كبرى بفرنسا، في وقت تسعى فيه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بكل طاقتها إلى منع توسع الاضطرابات الأسوأ من نوعها منذ أزمة السترات الصفراء عام 2018. لماذا استمرت الاحتجاجات رغم حظر التجول في عشرات المدن؟ هل فشلت فرنسا في إدماج المهاجرين ضمن نسيجها الاجتماعي؟ وأي آثار ستتركها هذه الاحتجاجات على المشهد السياسي الفرنسي؟ نتابع معكم في موضوعنا الثاني في نبض أو من نبض العالم، الهجوم الأوكراني المضاد الذي وصفه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي بالأبطأ مما كان متوقعا، وسيكون صعبا وطويلا كاشفا عن احتمال إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا. يحدث هذا في وقت قال الجيش الروسي إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد خلال محاولة وحداتها التقدم قرب باخموت. ماذا يقصد رئيس الأركان الأمريكي بالهجوم الطويل والدموي؟ وهل يسعى الغرب إلى حرب استنزاف طويلة مع روسيا؟ وهل ستزود واشنطن كييف فعلا بذخائر عنقودية؟ ابقوا معنا. وصلت ليلة السبت إلى الأحد في عدة مدن فرنسية حالة الانفلات الأمني التي بدأت شرارتها منذ 5 أيام، احتجاجا على قتل الشرطة الشاب نائل البالغ من العمر 17 عاما. وشكلت مدينة مارسيليا النقطة الأكثر سخونة، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين، وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف أكثر من 700 شخص خلال الليلة الماضية وفق حصيلة غير نهائية. لليلة الخامسة توالياً تجني فرنسا نيران العنصرية والتمييز ضد المهاجرين وأبنائهم، أمواج بشرية غاضبة محتجة على مقتل الفتى نائل تجتاح العاصمة باريس وكبرى المدن من ليون إلى مارسيليا، مع توالي الشهادات التي تدين الأمن الفرنسي وتؤكد رواية عائلة الضحية. أردت نشر هذا المقطع لتوضيح الحقيقة، لأن هناك الكثير من الأخبار الزائفة المتداولة. لم نكن كما يشاع تحت تأثير الكحول أو المخدر. اقترب شرطي وطلب من نائل فتح زجاج النافذة ففعل، ثم قال له أطفئ المحرك وإلا أطلقت النار، وضربه بعقب سلاحه وقال مهددا تحرك واخرج وإلا أطلقت النار عليك. وطلب الشرطي الثاني من زميله إطلاق النار، ثم قام الشرطي الأول بضرب نائل مجددا بعقب مسدسه، فاهتز نائل لا إراديا ورفع رجله عن دواسة الفرامل فسارت السيارة. حينها أطلق الشرطي الثاني النار مباشرة نحو نائل، فارتخت رجله على دواسة البنزين وانطلقت السيارة بسرعة أكبر، وعندما توقفت السيارة هرعت راكضا خوفا من قتلي أنا أيضا. جي
يطالب المحتجون بالعدالة لروح نائل، وترد باريس بمزيد من الشرطة والدرك والإطفاء مدعمة بوحدات النخبة المتخصصة وعربات مدرعة وطائرات مروحية وحظر تجوال في نحو 40 مدينة. لكنها مع كل هذه التعزيزات التي دفعت ب45,000 عنصر أمن للشارع لم تطفئ لهيب الاحتجاجات ولم تنعم بليلة هادئة كما وصفها وزير الداخلية الفرنسي. كل ما توصلت إليه السلطات منذ قتل نائل على يد شرطي فرنسي الثلاثاء الماضي هو توقيف 2800 شخص، بينهم 719 شخصا أوقفوا الليلة الماضية، 126 منهم في باريس. في غضون ذلك علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة كانت مبرمجة لألمانيا لغاية احتواء الوضع المنفلت في بلاده. لمتابعة تطورات أو الموضوع وتطورات الأحداث في فرنسا، نسعد بأن يكون معنا مباشرة من باريس الباحث في الشأن المغاربي بمركز دراسات الشرق الأوسط الأستاذ عبد النور تومي عبر سكايب. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ تومي، ومعنا عبر الهاتف الدكتور إسماعيل خلف الله، طبعا محلل سياسي عبر الهاتف. مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور إسماعيل. مرحبا أستاذ، أحييك وأحيي ضيفك الكريم وأحيي السادة المشاهدين. أستسمحك دكتور إسماعيل، دعنا نبدأ من باريس وعبد النور تومي. طبعا بداية اعتقال 13 شخصا واحتراق 24 سيارة في ستراسبورغ الليلة الماضية، توقيف أكثر من 100 شخص في باريس و55 في مارسيليا، وصدامات عنيفة في مونبيلي. طبعا لا زالت ليالي فرنسا ساخنة، ليس كذلك أستاذ تومي؟ مرحبا سيدي الكريم، تحية طيبة لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهدي قناة الدولية. صحيح أن يعني لا تزال ليالي وحتى الأيام ساخنة في فرنسا، والآن يعني أصبحت يعني معضلة الضواحي المهمشة، يعني والشباب الذي هو يسعى للبحث عن هوية وإثبات الوجود. فلذلك يعني الآن الحكومة الفرنسية تبدو يعني مربكة وكأنها يعني تلعب على ورقة على عامل الوقت، وهذا يعني حتى يحاول أن يعني يحصر الصراع في الضواحي، وبالتالي يدفع بالمتظاهرين إلى ارتكاب ما لا يحمد عقباه. ولهذا يعني خطة الرئيس ماكرون ويعني طاقمه الحكومي يعني على رأسهم وزير الداخلية جيرال دارمانا، الذي هو الآن يعني يريد الاحتواء مع يعني مواصلة في يعني اللجوء إلى الحل الأمني، والذي يعني يبدو أن هذه يعني الخطة لحد الساعة تبدو فاشلة، لأن الرأي العام الفرنسي الآن ويعني المجتمع الفرنسي عموما أصبح يعني يطالب بإيقاف هذه الاحتجاجات وإيجاد حل عاجل يعني حتى تعود الحياة لطبيعتها من جديد. نعم، نعود إليك دكتور إسماعيل. طبعا رغم فرض حظر التجول في عشرات المدن، إلا أن الاحتجاجات استمرت. هل هو تحدي لأجهزة الأمن أم أن المتظاهرين تخطوا حاجز الخوف دكتور إسماعيل خلف الله؟ أنا أعتقد بأن هناك نية في ترك هذا الوضع هكذا، ربما أطراف يمينية متطرفة تستثمر في هذا الوضع، وربما حتى الحكومة حكومة إليزابيث بورن ربما تريد أن تمرر بعض القوانين وبعض المراسيم لكي يعني تأتي على خلفية الانتقام من هذه الاحتجاجات. أعتقد أن هذه الاحتجاجات اليوم وهذه خلية الأزمة المشكلة يعني ذهبت إلى اللجوء إلى الحل الأمني دون غيره من الحلول، وهي حلول كثيرة، ومن أهم هذه الحلول أنه
تذهب الحكومة أو يذهب الرئيس ماكرون إلى الاجتماع مع مكونات المجتمع الفرنسي ومجتمع وأيضا ممثلي الجاليات لكي يتم يعني امتصاص هذا الغضب أو أن هذه أو تسحب الورقة هذه الورقة من الأطراف التي تريد أن تنشر هذه الفوضى وهذا الخراب وهذا الدمار الذي مس الكثير. يعني اليوم هناك حرق وهناك خراب يمس يلحق بالأملاك الخاصة والأملاك العامة، وهذا في الحقيقة هو يراد له أن تكون الصورة لتميع القضية على أساس أن ما ذهب إليه الشرطي أو ما تبنته المؤسسة الأمنية أو هذا الاتهام الموجه للمؤسسة الأمنية على أنها تنتهج هذا الفكر العنصري، ولهذا ربما هي تريد أن تدير هذا الرأي أو هذا الاتهام كي تجعل من ما يحدث مبرر لما تم استعماله من قوة. إذن فالواقع أنه ولاحظنا ولاحظ الجميع بأن أزمات مرت بها فرنسا ليست هذه الأزمة الأولى، أزمات الأمنية هذه كانت تعالج بنوع من بحضور الساسة وحضور الرئيس ماكرون وحضور حتى الحكومة في مر لم لا. نرى أمس كانت الجنازة جنازة الضحية لم نرى المرحوم، لم تكن هناك حضور لأعضاء الحكومة أو حتى يعني حتى يقدموا التعازي لعائلة الفقيد، لأن هذا ربما يعتبر نوع من امتصاص هذا الغضب أو محاولة لسحب هذه الورقة التي ربما تجعلها جماعات تسعى إلى الخراب تخريب والسرقات إلى اعتبار أن هذا هو المبرر. نعم. فاليوم هذا الحل الأمني أعتقد أنه لم يثمر لحد هذه الساعة، وإن كان ربما خف حجم الحرق أو هذا ما صورة الدمار هذه والتخريب ربما نسبتها تقلصت مقارنة بالليالي الأولى، ولكن يبقى العلاج الأمني في اعتقادي هو مسكن ولا يمكن. نعم. لهذه أو جوهر الأزمة لم يتم في نقطة العلاج الأمني. نتحول إلى الأستاذ عبد النور تومي. طبعا شاهدنا مصالح الأمن الفرنسية تمارس عنفا مفرطا ضد المحتجين، وهو ما انتقدته الأمم المتحدة بدعوتها فرنسا للقضاء على العنصرية الكامنة في أجهزة الأمن. ما توصيفكم وما تعليقكم على ما قالته الأمم المتحدة والمشاهد في فرنسا ومشاهد العنف؟ هو صحيح يعني تقارير الأمم المتحدة يعني هو صائب، وكادت يعني تقارير أخرى يعني في منظمات حقوقية هنا في فرنسا وأيضا حتى في أوروبا، لكن يعني هذا هو يعني مشكل مؤسسة الشرطة. يعني في يعني عناصر في هذه المؤسسة يعني لا يخفون عنصريتهم وكراهيتهم ضد يعني الآخر، وأقصد هنا بالآخر يعني الرجل الشرقي العربي المسلم المغاربي يعني الجزائري يعني وأيضا يعني المنحدر من أصول مغربية وتونسية وأيضا حتى من دول الساحل الإفريقي، وهذا ليس بجديد يعني الكل يعرف يعني الآن يعني أصبح واضح يعني في كرونولوجيا تؤكد ذلك يعني في لدى الشرطة الفرنسية، وهذا يعني يذهب بنا لبعيد يعني حتى إبان حرب ثورة التحرير الجزائرية الكبرى يعني يعني كانت مظاهرات أكتوبر 61 يعني وحتى بعد الاستقلال يعني كانت الشرطة يعني تعامل المهاجرين يعني بنظرة استعلائية يعني وحتى يعني احتقار واضح. هذا هو يعني لب الموضوع الآن، وهذا هو يعني يعني كما ذكرت يعني معضلة الضواحي الآن هي يعني يعني تلخص في كلمتين وهي
التهميش والإهانة. فلهذا هذا الشباب الآن وهؤلاء الشباب المتظاهرين هذه الأيام يعني صاروا يعني ليس لا يخافون من شيء، وحتى يعني الشرطة أصبحت يعني لا, 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 لا تمثل شيء أمامهم، يعني أصبح تحدي واضح. والآن يعني في يعني تغير نوعي في هذا الصراع، وليس بالجديد كما ذكر الأستاذ، يعني فرنسا عرفت يعني في خلال 4 عقود يعني أكثر من 3 أو 4 أزمات يعني في هذا الشأن. لكن هذه المرة الصراع يعني تحول من الضواحي أي من المحيط إلى الوسط إلى المركز. فصرنا يعني شاهدنا هذه الأيام يعني وحتى يعني تحدي كبير لقوات الأمن في وسط باريس، يعني في شوارع مارسيليا، يعني وسط مارسيليا، في وسط بوردو، ليون، تولوز. يعني هذا الأمر يعني ما يجعل حكومة ماكرون الآن التي تراهن على الحل الأمني يعني كله أمني، لكن ينبغي أن يعني تعيد قراءتها لهذا الحدث. كما ذكر الأستاذ يعني أكيد المستفيد الأول من هذه الأحداث هو اليمين المتطرف، يعني هو حزب التجمع الوطني لمارين لوبان. فيعني كل هذه والوقت ليس لصالح حكومة ماكرون، لأن في نهاية أكيد يعني سوف تحسم هذه المعركة، والخاسر الأكبر هو رئيس ماكرون وحزبه، يعني بين ضفرين حزب النهضة. فلهذا الآن يعني الشرطة الفرنسية هي يعني معروفة بعدائها للمهاجرين، حتى يعني نلخص يعني سؤالكم. لذلك الآن في عجز، لأن ليس الشركاء، تفضل الأستاذ وقال ينبغي على الحكومة الآن أن تذهب وتنظر إلى الشركاء يعني كي تتحاور معهم، ليس فيش يعني ليس هناك طرف. من يمثل هؤلاء؟ نعم فعلا، بسبب بسيط أن هؤلاء المتظاهرين لا يثقون في أحد، يعني حتى من أبناء جاليتهم، يعني حتى الأعضاء في الجالية العربية أو المسلمة، وللأسف يعني حتى لما نتحدث عن الجالية المسلمة بفرنسا هناك يعني نضعها في صيغة الجمع، يعني ليس هناك يعني تجانس في يعني جاليات. ولها يعني هذا أيضا ما جعل السلطات يعني سواء على المستوى المحلي أو الوطني يعني تراهن وتلعب على هذا التفرقة. فلذلك يعني اليوم المشكل هو حله هو أيضا يعني إيجاد سياسة عامة عادلة تجاه هؤلاء الشباب الذين أصبحوا يعني الذين كفانا يعني تهميشا وكفانا يعني من كراهية التفرقة والعنصرية. نعم والعنصرية بالفعل. نعم دكتور إسماعيل، طبعا في نقطة العنصرية دائما بيان نقطة أو نقابة الشرطة الفرنسية الصادر في 30 جوان وصف المهاجرين بالأقلية العنيفة، توصيف يرى البعض أنه مليء بالعنصرية وأنه أو ستكون له نتائج في الميدان، ما رأيكم؟ وهذا هو هذا هو جوهر الأزمة، هذا هو مركز الأزمة. الحكومة والرئيس ماكرون ربما ما زال غافلا على هذا الجوهر وعلى هذا المركز لأسباب عديدة، لأن قلنا بأن هذا الفكر العنصري وكما وصفه بيان و ما قالته الناطقة باسم مفوضية حقوق الإنسان بجنيف عندما ذكرت بأن هناك عنصرية متجذرة في جهاز الشرطة، هذا هو الذي أصبح واضحا من هذا البيان، من هذا الاعتبار بأن شيطنة للمكون المهاجرين، وهم في الحقيقة هم فرنسيين لا يمكن عزلهم. هذا التوصيف، هذا الوصف هو الذي أعطى حجية ومبررات لما يحدث الآن من خراب ومن دمار ومن خسارة تحصدها الخزينة العامة الفرنسية. هذا هو الأخطاء التي ما زالت ترتكبها هذه الحكومة التي تعتمد اعتماد كل اليوم
المنظومة الماكرونية أصبحت اليوم تعتمد على المنظومة الأمنية، والفرنسيين الشارع الفرنسي اليوم أصبح يصف نظام ماكرون بأنه نظام بوليسي، لم يعد ذلك النظام الذي يسمع إلى الشارع الفرنسي، الذي يسمع إلى البرلمان، النواب لاحظ الجميع كيف تم تبرير قانون التقاعد بالمرور عبر تجاوز كلي للمؤسسة النيابية، وهذا ربما خرق للعملية الديمقراطية الفرنسية، وهي كلها خروقات واضح أنها ناتجة عن أزمة سياسية. الأزمة السياسية لم يتم معالجتها، اليوم فرنسا تعيش أزمة أخرى وهي أزمة مجتمع. أزمة المجتمع إذا كان هذه النقابة التي تمثل الجهاز، جهاز الأمن الذي يعتبر الحامي للحقوق والمدافع عن القانون والمطبق للقانون، أصبح هذا الجهاز للأسف أنه يبرر لما يقوم به أفراده من إجرام، من قتل، من تعنيف. ولاحظنا في البداية ربما في التقرير كيف كان تصريح هذا المرافق للضحية، كيف تكلم وأعطى تلك التفاصيل الحقائق بأن الضحية تم تعنيفه وضرب به يعني بالمسدس يعني هذه أو بذراع السلاح. فهذا يؤكد بأن هناك عنف حقيقي يمارس من خلال هؤلاء الأفراد الذين ربما يستفزون أمثال هؤلاء الشباب. هذو أحداث، هذو ديمينار. كيف لحدث مثل هذا تنتظر أنك تعنفه وتزرع في نفسه الخوف والهلع وتشهر في وجهه السلاح؟ ماذا تنتظره؟ كيف تنتظر أنه سوف يتماسك أو ربما لا يقوم برد فعل أو أنه يفر من هذا التعامل العنيف؟ إذن فأعتقد أن هذا الخطاب هو سيسب الزيت على النار. العوض أن تخرج النقابة، كان مفروض أن هذه النقابة، نقابة الشرطة، تخرج وتحاول تهدئة الوضع وتزرع الطمأنينة في الشارع الفرنسي، لأن اليوم الشارع الفرنسي كله ينتفض. هذا كذب أن من يقول أن من يقوم بالحرق هذا ليس، هذا ظلم للجالية. الجالية بالعكس هي تتبرأ من هذه الأعمال، أعمال الشغب. أعمال الشغب تستثمر بها التيار المتطرف، هو الذي يستثمر فيها، وتستثمر فيها حكومة إليزابيث بورن، لأنها سوف تمرر بعدها سوف تمرر مراسيم وقوانين. هذا الذي تنتظره، وهي وجدت ورقة رابحة. هي كيف يعني الآن هذا نعم دكتور في نقطة ردة فعل الشارع دكتور إسماعيل، إلى حد هذه الساعة لم لا يأتي خطاب يهدئ في نقطة القوانين. دكتور إسماعيل، ردة فعل الشارع الفرنسي على الحادثة والانتفاضة الكبيرة، هل هي كفيلة لأن تجبر الحكومة الفرنسية على التغيير من قوانينها الأمنية؟ وفي أي اتجاه دكتور إسماعيل؟ أنا في اعتقادي أن ما يراد له اليوم هو استمرار هذا العنف لاستثماره سياسيا. هناك أطراف تريد أن تستثمر في هذا العنف، والبيان بيان نقابة الشرطة يدل على ذلك. هذا الذي يقول بأن هذه أقلية عنيفة أو يشيطن هؤلاء المهاجرين أو هؤلاء الفرنسيين من أصول أجنبية، أعتقد أنه يذهب إلى يعني رسم شرخ داخل المجتمع، داخل مكون المجتمع، ويعطي المبررات لخطاب الكراهية والعنصرية الذي يمتاز به اليمين المتطرف، الذي هو عبارة عن برنامج سياسي. كل من يتبنى يعني منطق التيار المتطرف يتكلم بهذا المنطق، وربما لإعطاء مبررات على أن أو ورقة ضغط على الحكومة وعلى المنظومة الماكرونية أن تذهب لتطبيق ما يريده هذا التيار الذي لا تعجبه
لا يعجبه أن يكون هناك تماسك داخل المجتمع، لا يعجبه أن يندمج المجتمع، لا يعجبه أن يرى المتحجبة، لا يعجبه أن يرى صاحب البشرة السوداء والبشرة الصمراء. هؤلاء يريدون نحن نتحدث عن أزمة خطاب مجتمع واضح، وهذا الذي يريدون تطبيقه والضغط على الحكومة من خلال هذا البيان الذي صدر طيب. على نقابة الشرطة، وحتى يعني لحد الآن هذا الغرابة في عدم خروج ماكرون بخطاب تهدئة، أو حتى إليزابيث بورن ربما كانت تعمل ندوة صحفية أو تعطي نوع تنشر نوع من هي تتحدث من رئيسة الوزراء الفرنسية تقول لن ندع أي عنف يمر ونعمل بقوة لاستعادة النظام. دكتور إسماعيل، حرب هذه نعم. طيب سنعود إليك. الآن فرنسا تعيش أزمة مجتمع. أستاذ تومي، هل رد فعل الشرطة ضد المتظاهرين كان سيكون ذاته لو لم يكن الشاب من أصول عربية؟ يعني أكيد يعني الصورة كانت يعني تكون متغيرة تماما، يعني لو كان الشاب هذا يعني الحدث هذا يعني ذو بشرة بيضاء ومن أصول أوروبية، يعني أكيد كان يعني الشرطي يتريث قليلا وعلى الأقل يعني يتحدث معه ويستعمل جملة أو جملتين مع السائق. لكن يعني الآن الأمر يعني بات واضحا، ويعني شيء يعني ليس بجديد أن الشرطة الفرنسية يعني أشخاص وللأسف يعني عدد كبير في هذه المؤسسة يميلون إلى اليمين المتطرف، وبالتالي هم يعني عنصريون. ولاحظنا يعني أن فيه يعني تقارير صحفية وحتى يعني دراسات أن نسبة كبيرة جدا يعني داخل هذه المؤسسة من الشرطة يصوتون لليمين المتطرف. فبالتالي يعني إعلان النقابة يعني هذه النقابة يعني حتى لا نذكر اسمها، فهي يعني زادت بنزين على النار، وهي الآن يعني كأنها أصبحت طرف في هذا الصراع، يعني الصراع بين المتظاهرين والحكومة التي يعني الحكومة التي يعني أصبحت لا تدري ما يعني فشلت أمام في إدارتها لهذه الأزمة التي هي تراها يعني مسألة أمنية بامتياز، رغم أنها هي صحيح أمنية لأن يجب أن يعود الأمن والاستقرار وتعود كما ذكرت الحياة إلى طبيعتها، لكن المشكل هو يعني سياسي واجتماعي في نفس الوقت، لأن ذكرنا أن هذه الأحداث أصبحت يعني وكأنها مسلسل درامي يعني تعيشه في فرنسا كل عقد أو عقدين، يعني هذه ليس الحادثة الأولى، يعني سبقت أحداث يعني في القرن الماضي عام 1979 1983 1990 بعدها يعني في هذا القرن أحداث 2005، وأعتقد يعني لن تكون الأحداث الأخيرة. يعني يجب على الحكومة أو الحكومات الفرنسية أن تنظر إلى مسألة هؤلاء الشباب، يعني ليسوا بمهاجرين أو ليسوا حتى بأبناء المهاجرين، يعني حتى يعني أولياءهم هم من الجيل الثاني والثالث لأبناء المهاجرين الذين يعني أتوا لفرنسا في خمسينيات وستينيات. نعم، ولدوا في فرنسا ودرسوا في مدارسها ونهلوا من قيمها. أكيد يعني بالمناسبة يعني وهذا لم يمكنهم أن يكونوا فرنسيين كاملي المواطنة، لماذا برأيكم؟ يعني هم فرنسيون كاملي المواطنة، لهم حقوق وعليهم واجبات وهم أبناء الجمهورية. يعني للأسف حتى الإعلام الذي يعني زاد في هذا يعني المشكل، وهو أنه يعني يصورون يعني ذلك
يعني بين ضفرين الابن المهاجر المثالي على غرار زيدان بنزيما مبابي، لكن يعني دول ملايين مبابي ملايين زيدان ملايين بنزيما، يعني كل هؤلاء هم فرنسيون، يعني ليسوا بمهاجرين أو أجانب يعني كما يصورهم الإعلام. وحتى يعني للأسف بعد تقارير، يعني التقرير هذا الذي ذكر في الروبورتاج أنه يعني أصول أجنبية أو مهاجرين. فلذلك يعني نجد الآن مشكلة الحكومات المتعاقبة، وخاصة الحكومة الحالية حكومة الرئيس ماكرون، الذي هو يعني وضع نفسه بين يعني مطرقة اليمين المتطرف وسندان هاد يعني غضب المتظاهرين. فكان من المفروض كما تفضل الأستاذ أنه على الأقل يعني بعد اليوم الأول اليوم الثاني يخرج للفرنسيين، وحتى لمدة 5 دقائق يعني يعمل خطاب ليهدئ الأجواء، وبعد ذلك يعني تكون له خطة. وللأسف يعني وكأنه يدير الأزمة يعني كأنها يعني معركة عسكرية، يعني هو كأنه في داخل بونكر، يعني لأنه ليس أولا ليس له يعني رؤية للمدى القريب من جهة، ثانيا هو يعني الآن يخاف من رد فعل اليمين المتطرف يعني والمستثمر الكبير يعني الرابح الكبير من هذه الأزمة هو اليمين المتطرف. نعم دكتور إسماعيل، طبعا بين الذوبان في القيم الفرنسية والاندماج مع الحفاظ على المخزون الهوياتي، مسلمو فرنسا إلى أين برأيكم؟ أعتقد أن اليوم المنظور الفلسفة التي تعيشها فرنسا وربما حتى العلمانية التي تطبقها فرنسا ما زالت هي ربما تعارض مفهوم ومضمون هذه العلمانية. عندما ترى بأن النظام الفرنسي هو نظام علماني ويركز على هذا المفهوم تجده يتدخل في الشأن العقائدي والديني للأفراد، وهذا من خلال الممارسة ممارسة الإسلاموفوبيا والتأثير على يعني مراكز القرار من خلال التضييق على المكون الإسلامي. دائما المكون الإسلامي ينظر له على أساس أنه دخيل وأنه غريب، أنه ليس مجتمع أصيل، والواضح هذا تناقض، لأن الإسلام هو الدين الثاني، الدين رقم 2 في فرنسا، وهو وجوده منذ يعني منذ قرون، يعني الإسلام متواجد في أوروبا وفي فرنسا خصوصا موجود، وبالتالي ليس من الغريب أن يكون هذا الدين أصيل داخل المكون المجتمع مكونات المجتمع الفرنسي. لكن هؤلاء الذين يتناقضون مع مفهوم العلمانية، الذي العلمانية اليوم تكون محايدة وتخرج من أي توصيف، ولكن الواقع أنهم أن هؤلاء الساسة تجدهم يتخبطون في مسيحية متعصبة ضد الدين الإسلامي وضد من يعتنق الدين الإسلامي، ولهذا نجد هذه التناقضات. وربما حتى قضية الاندماج ومحاولات عمليات الاندماج فشلت. لماذا فشلت؟ لأن قلت أن هؤلاء لم يعترفوا بهذه العلمانية، رغم أنهم يصرخوا دائما ويقولون ويقدسون هذه العلمانية وهم يستهلكونها في العمق، كظاهر مثلا نرى المقارنة بالمجتمع البريطاني الذي تجاوز هذه القضية ولم تعد مشكلة داخل المجتمع البريطاني. المجتمع البريطاني مجتمع متماسك رغم تعدد الثقافات، تعدد الأديان، تعدد الألوان، ومع ذلك تجد المجتمع في سيرورة وفي تلاحم وفي تناغم، على عكس المجتمع الفرنسي الذي ما زال يعني يتخبط داخل في
ما هذه الهوية، مشكل الهوية. المسلم في اعتقادي ليس له مشكل أن يكون داخل المنظومة الفرنسية. لاحظنا بأن المسلمين، أغلب المسلمين هم تجدهم إطارات، تجدهم عناصر فاعلة في المجتمع، تقدم للمجتمع الفرنسي. لاحظنا في أزمة كوفيد من كان في الجبهة، جبهة الحرب مع الفيروس الكوفيد 19، منهم أغلبيتهم أطباء، ومين أطباء جزائريين. هؤلاء لماذا لم ينظر إلى أن هؤلاء غير فرنسيين وخارجين عن المجتمع الفرنسي وربما شاذين عن المجتمع الفرنسي؟ يعني هذا الحقيقة. أن ثم أيضا لماذا هؤلاء الذين يوصفون بأنهم أجانب وأنهم غير فرنسيين دسوش، لماذا عندما يجلبون المجد ويجلبون الفخر لفرنسا لماذا تعتبرهم النخب وتعتبرهم طيب دكتور سياسية بأنهم فرنسيين وينادون ويرفعون العالم الفرنسي وينادون بفرنسيتهم، وأمثال زيدان أمثال وأمثال كثيرة يعني في الحقيقة. طيب. لماذا تغيب هذه المفاهيم عندما تكون الأمور في الجانب الآخر، في الجانب السلبي، عندما يكون الخراب، عندما تكون السرقة، عندما يكون الانحراف، توصف به بهذا المكون. وأعتقد أن هذا ظلم، هذا الظلم الذي ربما المكون الإسلامي ما زال في الحقيقة ما زال مهضوم الحقوق من هذا مهضوم الحقوق. نعم، نعود إليك أستاذ التومي. طبعا السفارات الأجنبية حذرت رعاياها من التجول في باريس وعديد المدن الفرنسية. هل برأيكم تحولت فرنسا إلى دولة غير آمنة؟ أكيد هذه الأيام يعني فرنسا دولة غير آمنة، وخاصة المدن الكبرى، وخاصة مدينة باريس التي هي يعني نقطة اتجاه السواح الأجانب، يعني سواء يعني من أمريكا الجنوبية، يعني كل القارات وكل يعني السواح يريدون أن يزورون هذه المدينة، يعني مدينة الأنوار التي تحولت هذه الأيام والليالي إلى مدينة النيران. فكما لا يخفى عليكم أن يعني الألعاب أولمبياد باريس العام المقبل يعني قريبة في صيف 2024، وهذا يعني ما يؤثر يعني تأثيرا سلبيا على سمعة فرنسا في 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 الخارج. وأيضا يعني مرة أخرى يعني دور الشرطة في إدارتها للنظام العام، ويعني فرنسا عرفت يعني في نهائي أبطال أوروبا ل 2022 يعني بملعب ستاد دي فرانس تلك يعني الأحداث التي أثرت سلبيا وكان تأثير سلبي كبير على إدارة يعني هذا الحدث الرياضي في أوروبا. فلهذا يعني ناهيك عن هذه الأحداث، فيبقى يعني السائح الأجنبي أو الزائر الأجنبي الذي يريد أن يزور باريس خصوصا وحتى يعني مدن الجنوب يعني غرار طيب. تولوز مارسيليا تبقى يعني واضح. عامل الأمن ليس مأمونا. واضح جدا. الباحث في الشأن المغاربي بمركز دراسات الشرق الأوسط الأستاذ عبد النور تومي كنت معنا مباشرة من باريس عبر سكايب. أشكرك جزيلا الشكر على كل التفاصيل التي قدمتها. الشكر موصول لك أيضا المحلل السياسي الدكتور إسماعيل خلف الله، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. شكرا جزيلا لكما ضيفي. مشاهدينا مستمرون معكم في نبض العالم. We'll be right back.
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت هجمات أوكرانية مضادة في عدة محاور بدونيتسك وكراسني ليمانسك، في حين اعترفت الولايات المتحدة بأن الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ مما كان متوقعا. نتابع. روسيا ما زالت تتشبث بالمناطق التي سيطرت عليها منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وتنجح في إفشال هجوم مضاد للقوات الأوكرانية وفق وزارة الدفاع الروسية وباعتراف واشنطن التي انتقدت الهجوم، مؤكدة أنه سيكون صعبا وطويلا ودمويا. إنها تسير بشكل أبطأ مما توقعه الناس، هذا لا يفاجئني. إنها تتقدم بثبات وبشكل متعمد عبر حقول ألغام شديدة الصعوبة وما إلى ذلك. هذا سيستغرق من 6 أسابيع إلى 8 وربما 10. سيكون الأمر صعبا للغاية، والطريق ستكون طويلة جدا وصعبة ودموية. القوات الروسية أعلنت أيضا نجاحها في إحباط محاولة من الجيش الأوكراني للاستطلاع في اتجاه زابوروجيا والضفة اليسرى لنهر دنيبرو، وباتت تسيطر على المنطقة بشكل كامل. وحسب متابعين للوضع في أوكرانيا، فإن الجيش الروسي لديه تكتيكات عسكرية أخرى لصد الهجمات الأوكرانية المضادة، ففي مدينة باخموت استنزفت القوات الأوكرانية ولم تتمكن من اقتحام حتى خط الدفاع الأول، ما اضطرها للتراجع بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها على يد القوات الروسية التي تمكنت حسب وزارة الدفاع من صد كافة الهجمات الأوكرانية في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك، وتنفيذ ضربات بحرية وبرية على مواقع أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. ولمناقشة الموضوع معنا من سيفاستوبول أستاذ العلوم السياسية دكتور عمار قنا مباشرة عبر سكايب. مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور عمار قنا. طبعا أول سؤال لك دكتور، ما خلفيات ومقاصد تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي بأن الهجوم الأوكراني المضاد سيكون صعبا ودمويا للغاية؟ فيما يتعلق في التصريحات يعني الأمريكية وخاصة العسكرية منها والتي خرجت من البنتاغون خلال الأسابيع الماضية وما قبله، نراها هي يعني متناقضة نوعا ما. فهذا يعني الهجوم المضاد قد روج له منذ عدة أشهر يعني إعلاميا ودعم عسكريا وتم التعويل عليه سياسيا. باعتقاد هناك يعني هذا الخلل يعني بدأ واضحا من خلال حتى تصريحات بايدن عندما قال أننا قد يعني أمددنا أوكرانيا بكل ما هو لازم لهذا الهجوم، لكن على الأرض نرى أن هناك يعني فشل ذريع، وهو ليس يعني من المعطيات وزارة الدفاع الروسية، لكن أيضا من المصادر الغربية. هذا التعثر يعني من خلال تصريحات مارك ميلي أعتقد أنها فقط مجرد يعني تبريرات، لأن التعويل السياسي على هذا الهجوم كان كبيرا وكان بمثابة يعني الداعم والمبرر الأساسي لزيادة أو استمرار الدعم الأوروبي العسكري لأوكرانيا. فلذلك يعني هو فقط يعني ما بقي لهم أن هذا الهجوم، وقد استمعنا ونستمع كل يوم أنه قد بدأ أم لم يبدأ، أنه هجوم استطلاعي سيستمر طويلا، لكن الحقائق العسكرية ترينا غير ذلك، أن التحضير يعني كان فعلا يعني منهجيا لهذا الهجوم، ولكنه أمام نعم. الدفاعات الاستراتيجية الروسية والتي قد بدأت يعني روسيا بتعزيزها منذ القول يعني بعد الخروج التكتيكي الجزئي من خرسون. نعم، كما نرحب بالباحث المتخصص في الأمن الإقليمي الدكتور بدر الدين العفاوي مباشرة معنا عبر الهاتف. أرحبا بك دكتور العفاوي. طبعا كسؤال في السياق، دائما تصريحات مارك ميلي مجرد تبرير على قول الدكتور عمار قنا، ألا تراها تعبر عن استمرار للمواجهة لأمد غير معلوم، عن نية الغرب لتوظيف الأزمة كحرب استنزاف ضد روسيا؟ نعم، أهلا بك أستاذ عبد الغفور. مرحبا. وفي الحقيقة ما قاله أو ما قدم به تصريح
وزير الدفاع الأمريكي أنه يقصد بالهجوم المضاد. الهجوم المضاد حقيقة يتميز بالسرعة الخاطفة وتحقيق الأهداف بشكل كبير، لكن ما نراه في الواقع هو غير ذلك، بمعنى أنه نجد أن هناك هجوم مضاد بطيء شديد البطء، وأيضا يعني يستغرق مدة زمنية طويلة مع وجود يعني ضحايا، وكما وصفه أثر دموية، وهو بحقيقة يتنافى مع مفهوم الهجوم المضاد، بمعنى أنه يقصد أن الحرب هي حرب استنزاف طويلة الأمد، وهذا ما جاء وفق التقديرات الغربية التي أثبتت أن خطوط الدفاع الروسية محصنة جدا، مما يجعل من الصعب على القوات الأوكرانية اختراقها، بالإضافة إلى ذلك أنها نجحت في تعطيل الدروع الأوكرانية بالهجمات الصاروخية والألغام، ونشرت أيضا القوات الجوية بشكل أكثر فعالية، وهو ما جاء في على لسان أحد المسؤولين الغربيين أن القوات الأوكرانية أثبتت أنها عرضة لحقول الألغام، وأن القوات الروسية متحصنة في الدفاع أو مختصة في الدفاع عنها بشكل جيد. نعم. طيب. نعم. نعود إليك. كما أيضا يعني حذر المسؤولين الغربيين أن الهجوم المضاد لا يزال في مراحله الأولى، وأن على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الدعم تقديم دعم أكثر من أجل يعني تطويل أو إطالة أمد هذا النزاع، من أجل استنزاف أكثر لقوات الروسية. الروسية نعم. نعود إليك نعم. دكتور عمار قناة، طبعا مارك ميلي كشف أن واشنطن تفكر في إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف تلقت هذه الذخائر من حلفاء آخرين. هل من تفسيرات لهذا المستجد دكتور عمار؟ إذا نظرنا يعني أستاذ عبد الغفور لمسألة المد العسكري يعني منذ بداية الأزمة، فنراه يعني تدريجيا بدأ يعني يختلف في الكم والنوع، وهنا يعني نعود إلى بداية الأزمة، لأن هناك كانت قراءات خاطئة بإخضاع يعني روسيا اقتصاديا، لكن يعني مع تفعيل هذه يعني الورقة العسكرية ورأينا يعني هذا الارتباك في المنظومة الغربية. اليوم يعني الحديث يأتي عن القنابل العنقودية، عن طائرات F-16، وكلها باعتقادي يعني تعتبر بالمفهوم يعني العسكري الحالي وما نراه على الجبهات هو سيكون يعني رمزيا ولن يحدث يعني أي خرقا، لكن على سبيل المثال القذائف يعني العنقودية هي ممكن أن يعني أن تكون يعني منحنى آخر في هذه يعني في هذه المعارك، وأن هذه القذائف هي تقريبا يعني هي محرمة جزئيا، هناك اتفاقية لكن أوكرانيا لم توقع يعني على هذه الاتفاقية، وأيضا يعني هذا سيعطي روسيا من جديد أيضا يعني استخدام يعني أو مبررا لاستخدام مثل هذه القذائف، ولدى روسيا الكثير منها، وأيضا هناك يعني أسلحة لم تستخدم يعني لغاية اليوم وهي ذات القوة التدميرية الكبيرة جدا. فلذلك يعني نرى أن الولايات المتحدة تصعد وتحاول يعني مد أمد هذه الأزمة. نعم يعني ممكن القول أنها محاولات يعني استنزافية، استنزاف يعني لروسيا على حساب أوكرانيا، وهنا يعني يمكن التعليق على ما قاله يعني مارك ميلي بأنها ستكون أكثر دموية، هذا يعني أيضا يعني إقرار جديد بأن التضحية بالجيش الأوكراني وبالشعب الأوكراني هو مستمر. الولايات المتحدة تحافظ يعني على مصالحها وما يخدمها يعني تقريبا هي مسألة البعد الجغرافي عن هذا الصراع، فلذلك الولايات المتحدة مستمرة في التصعيد في ظل يعني غياب الحل السياسي، والتي لا تريد التوصل له في هذه المرحلة، لأن هناك ستكون تنازلات يجب أن تقدمها وهي غير جاهزة الآن، فلذلك هناك وقود يمكن إحراقه من خلال
خلال يعني الجيش أو القوات العسكرية الأوكرانية موارد اقتصادية تكفل بها يعني ويتكفل بها لغاية الآن الاتحاد الأوروبي. فأقل الخاسرين استراتيجيا هي الولايات المتحدة، فلا مانع يعني من استمرار هذه محاولات الاستنزاف لروسيا. نعم دكتور بدر الدين العيفاوي، طبعا مع هذه التصريحات الغربية بالاستمرار في مد أوكرانيا بالسلاح وفي سياق ما قاله الدكتور عمار قناة، اتهم زيلنسكي بعض الشركاء الغربيين بتأخير التدريب الموعود لطيارين الأوكرانيين، نتحدث عن طائرات F-16، على ماذا يدل ذلك دكتور؟ نعم نجد أو نرى أن رئيس أوكرانيا في حالة إحباط نظرا لما كان يتوقعه من دعم يعني كثيف من طرف الغرب، إلى أنه صدم بحالة من التأخير في الدعم يعني العسكري ومن جانب السلاح وخاصة تدريب القوات الأوكرانية لاستعمال الطائرات، وهو ما جعله في صدمة من ذلك، علما أنه كثير أن الانتقاد للغرب بمعنى أنه في حالة إحباط معنوي شديد جدا في هذا الجانب. نعم نعود إليك دكتور عمار قناة. طبعا دكتور عمار أنت أشرت إلى أوروبا، بالعودة إلى قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، أيد قادة الاتحاد فكرة تقديم التزامات أمنية لمساعدة أوكرانيا على حماية نفسها بشكل أفضل مستقبلا، ما الذي يقصدونه بالالتزامات الأمنية؟ سؤال وجيه جدا باعتقادي، ولا توجد يعني لديه يعني أو لدى الاتحاد الأوروبي إجابة يعني ما هو مفهوم يعني مفهوم المعادلة الأمنية أولا يعني الأوروبية، ومن هو العدو. العدو طبعا هم صنفوا يعني روسيا، لكن يعني لدى أوروبا حلف شمال الأطلسي وهو يعني يتمدد يعني نوعا ما، لكن التخوفات لغاية اليوم هم يطرحونها فيما يعني جرى من خلال أكثر يعني من اجتماع. باعتقادي هذا كله فقط ضمن يعني السياق الأمريكي بتعزيز مفهوم يعني الدفاع عن أوروبا، وهم يوظفون يعني أوكرانيا وكأنها الجسر الذي أو السد الذي يمنع تقدم الروسي تجاههم. هذا كله يعني نوع باعتقادي من يعني الإفلاس السياسي. المعادلة الأمنية للمنطقة الأوروبية هي ما عرضته يعني روسيا قبل الأزمة، قبل يعني ما تبدأ الأزمة الأوكرانية وقبل 24 من فبراير العام الماضي، لكن هم من رفضوا حتى الحديث بالضمانات يعني الأمنية والتي كان من خلالها يمكن يعني ضمان أمن المنطقة الأوروبية. اليوم لدينا معطيات أخرى، اليوم هناك جزئيا يعني سباق تسلح، اليوم الدول الغربية وخاصة يعني الأوروبية بدأت بزيادة الإنفاق، هذا كله يعني يأتي على حساب الناتج الوطني بهذه الدول في ظل يعني التعثر الاقتصادي الدولي. فلذلك يعني مفهوم اليوم يعني الضمانات الأمنية لا أدري يعني كيف سيوفروها يعني لأوكرانيا أكثر مما نراه اليوم من عمليات تسليح. بات واضحا يعني وحتى منذ البداية أنه لن تقدم يعني لن يقدم الناتو أو الدول الغربية إلى المواجهة المباشرة مع روسيا. حتى مسألة انضمام يعني انضمام أوكرانيا لحلف الناتو هو محل يعني نقاش، وكل تقريبا يعني الإجماع بأنه لا نريد هذه المسألة الآن يعني في المرحلة الحالية لعدم الصدام مع روسيا. وهذا جزء يعني من التخبط السياسي، وأعتقد أنه يعني القمة القادمة بعد أسبوعين تقريبا لحلف الناتو سيكون لها يعني نتائج ممكن أن نراها مختلفة عما كانت عليه يعني في القمم الأخرى، لأن اليوم دول الناتو المنظومة الغربية فعلا بدأت يعني بالشعور بالضعف يعني التسليحي، ومسألة أوكرانيا هي لن تنتهي، لا أعتقد أنها ستنتهي عسكريا في هذا العام. فهناك ما الممكن دكتور في هذه القمة؟ ما الممكن دكتور في هذه القمة؟ ما النقاط التي يمكن أن تضاف؟ أنت قلت أنها ستكون قمة مختلفة قمة الناتو بعد أسبوعين.
باعتقادي يعني، وهذا يعني رأيي الشخصي، أنه ممكن أن يكون هناك دفعا إلى الحل السياسي، وهو من خلال يعني تخفيض مد أوكرانيا بالأسلحة، وكانت يعني المعيار لهذه المسألة وهي الهجوم المضاد. لكن اليوم يعني أطراف الناتو يرون أنه يعني لا نتيجة تذكر، بل على العكس. فلذلك يعني هناك بالأصوات في الداخل المجتمعات الغربية، يعني إلى متى سنستمر في هذه المسألة؟ هل هناك حلول أخرى؟ نعم، الحل الآخر هو يعني إجبار كييف على الجلوس على طاولة المفاوضات. فلذلك من هنا أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك بعض يعني الشروق أو التوجه لتفعيل الحل يعني السياسي، مع الرفض يعني المسبق والذي أراه بالولايات المتحدة نتيجة لهذه التوجه. نعم دكتور العفاوي، طبعا ألا ترى أن فيه دول ترى عدم وضوح فيما يمكن للتكتل الأوروبي تقديمه أكثر مما تفعل الآن، علما بأنه يقدم في الأساس التدريب العسكري والسلاح لأوكرانيا؟ دكتور العفاوي. نعم نعم، يعني في الحقيقة أنه أمام القوة الروسية المهيمنة على الميدان في أوكرانيا، وأمام أيضا عجز حلف الناتو من التدخل المباشر، وجب الرهان الآن على القوات أو نوعية الجندي الأوكراني الذي وقف عاجزا أمام هذا الاجتياح الروسي، بالرغم من كل هذا الدعم، إلا أنه لم يحقق تقدما فعليا أمام القوات الاجتياح الروسي. بالتالي كل ما يعني أمام هذه الإخفاقات وأمام هذه الهزائم، أصبحت حتى كآخر تصريح لقوات النطق عن الجيش الألماني، أنه أصبح ينادي بإعاز إلى الإعلام بأن لا يذكر أن الدبابات الألمانية تكبدت خسائر، وينسب هذا الفشل إلى القوات أو ينسب هذا الفشل إلى الجندي الأوكراني. بالتالي فعلا هناك مأزق أمني اللي وقعت فيه أوروبا أمام هذا الاجتياح وأمام كل هذا الدعم الذي لا يقابله إلا يعني تقدم بطيء جدا في بعض المعارك، أمام تقدم واجتياح يعني يمشي بشكل ممنهج وبشكل بالرغم من بطئه إلى أنه كان يحقق تقدم وانتصارات ميدانية. أمام كل هذا يبقى الدعم الأمريكي هو الرهان الكبير، بما أنه خاصة فيما يخص استعمال أو الدعم أو استعمال القنابل العنقودية التي يمكن أن تكون لها فعالية بالرغم من ما تقدمه من خسائر بشرية، وأيضا تقدمه من تهديد للأوكران كحد ذاتهم، مع هامش الكبير للخطأ التي يعني تتميز به هذه القنابل. الآن نجد أمام هذا المشهد أنه أوروبا أو القوات الأوروبية أمام حرج، إما أنها تراهن على الجندي الأوكراني يعني العاجز أمام التقدم الروسي، وإما أن تتدخل بشكل مباشر، وهو ما تتفاداه في كل هذه العملية. إلى الآن يعني هناك سيناريوهات يمكن يعني بعد هذه الفترة، بعد يمكن شهرين أو ثلاث أشهر، إذا كان الهجوم المضاد كما يسميه الغرب، أنه إذا كان قدم نتائج ميدانية، يمكن أن تتحول المعركة من لصالح أوكرانيا، وإذا كان فشل هذا الهجوم المضاد، يعني الأمور سوف تقدم لا محالة إلى الجانب الروسي. أشكرك جزيلا الشكر الباحث المتخصص في الأمن الإقليمي الدكتور بدر الدين العفاوي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، فالشكر موصول لك. أيضا أستاذ العلوم السياسية دكتور عمار قناة، كنت معنا مباشرة من سيفاستوبول عبر سكايب، شكرا جزيلا لكما ضيفي. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام نبض العالم لهذا الأحد، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.